قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن أي محاولات أو خلق لظروف التهجير للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية هي خط أحمر وبمثابة إعلان حرب. وأوضح الخصاونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على القطاع وتداعياته، مؤكدا أن استمرار العدوان على قطاع غزة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي.